اعتقالات لحوالي 20 شخصا إثر أعمال شغب وقعت في العاصمة الفرنسية باريس أثناء الإضراب الذي يشنه الآلاف من سائقي سيارات الأجرة. السائقون غاضبون من استمرار العمل بتطبيق أوبر الذي يشكل منافسة قوية لسيارات الأجرة العادية. ويقول أحد المحتجين: اليوم السائقون الذين يستأجرون سيارة أجرة لا يستطيعون دفع الإيجار، والسائقون الذين يشترون رخصة سيارة لا يمكنهم أن يسددوا المستحقات للبنوك. إنها تعبئة واسعة في أوروبا لجميع زملائنا الذين تأثروا بهذا النظام الذي يعمل بالتطبيقات غير القانونية. وانضم العديد من سائقي سيارات الأجرة في أوروبا للمشاركة بالاحتجاجات. يقول هذا السائق الإسباني: جئنا إلى هنا لتقديم الدعم لإخواننا في فرنسا من أجل التخلص من هذا الكابوس. وأدان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز أعمال الشغب التي وقعت في العاصمة مؤكدا على ضرورة عدم اللجوء إلى العنف من أجل التعبير عن المطالب. وفي مطاري شارل دوغول وأوغلي تم إلغاء العديد من الرحلات بسبب إضراب المراقبين الجويين الذين يطالبون بزيادة الرواتب التقاعدية.